اهلا بيكم في المرحله الثانيه من كورس الانيميشن المعماري باستخدام برنامج 3D Max وVray. انا المهندس محمد الاشرم، مهندس معماري محترف ماكس معتمد من اوتوديسك ومدرب معتمد ومؤسس ديزاينتكس ستوديوز. بشتغل 3D Max بقالي اكتر من 15 سنه. عملت شغل كتير في اكتر من 120 مشروع، منهم الداخلي والخارجي والانيميشن. في سلسلة الكورسات دي هنتعلم خطوة بخطوة احسن طريقة عشان نخلي تصميمك المعماري يأتي الى الحياة عن طريق الانيميشن. الهدف من الكورس ده انه يديك المهارات اللي تخليك تنقل شغلك من انتاج صور ثابتة لإنتاج فيلم أنيميشن رائع. الكورس ده مبني على مشروع أنا كنت بخلصه لثلاث فيلل في مكان كده جنب لندن اسمه كومبي جرين. فاحنا هنبسط طريقة الشغل لخطوات بسيطة نقدر نطبقها على أي مشروع معماري، وعلشان نسهلها أكتر قسمنا الخطوات دي في ثلاث كورسات. كل كورس بيركز على مرحلة معينة من عمل فيديوهات الانيميشن. بعد نجاح المرحلة الاولى بقدم لكم دلوقتي المرحلة التانية. هنعرف فيها تقنيات وخدع واختصارات كتيرة هتوفر لنا وقت كتير وهتخلي النتيجة النهائية رائعة. يلا بينا نتحمس للكورس ده وناخد بصة كمان على المنتج النهائي لفيلا الكومبي جرين في الفيديو اللي جاي.